تفاصيل خطيرة وفي غاية الأهمية اللي توصلنا بها إخواني أخواتي. بعد ما قام الأساس العمارة واللي كشف للمحققين عند الفرقة الوطنية بعض المعلومات اللي هي مهمة واللي كتخص المسروقات من الذهب اللي تم سرقتها من داخل شقة إيمان تسونامي الله يرحمها، وبعد ما صرحوا لعائلة إيمان أن المجوهرات كلها تم سرقتها من داخل واحد الصندوق واللي كان كتوضع فيه إيمان الله يرحمها كل الأغراض ديالها الثمينة، وهذا اللي وقع إخوان أخواتي في نفس اليوم واللي كانت تعرضت فيه للتسمم داخل الشقة قبل حضورها للحفل بساعات قليلة. والأكيد أن اللي قام بسرقة هذه المجوهرات هو مول فعلة اللي مازال في حالة صراح، واللي أكدت إيمان تسونامي الله يرحمها أنها من أقرب المقربين، وهذا الشيء اللي خلت الفرقة الوطنية بالتحقيق مع الأساس اللي كشف عن المعلومات اللي هي خطيرة اللي كتخص القضية ديال التسميم وكذلك السرقة. فقبل ما نبداو إخواني أخواتي فما تنساوش البارتاج واللايك باش دائما توصلوا بما هو جديد، وناس جداد اللي مازال ما اشتركوا في القناة رجاء أنكم تشتركوا في القناة باش دائما توصلوا بكل ما هو يخص قضية من القضايا المغرب. فتصريح إخواني أخواتي اللي كان خرج به الأساس أنه أكد في تلك الليلة أن إيمان تسونامي الله يرحمها كانت خارجة مع واحد الإمرأة لم يتم الكشف عن الملامح ديالها، لكن المحققين لأكد لهم أنهم ركبوا واحد السيارة واتجهوا نحو واحد الوجهة اللي هي مجهولة واللي هي بطبيعة الحال هذاك الحفل اللي كانت يعني تم استدعائها من طرف يعني مجموعة أو من ممول هذيك الحفلة اللي كان استدعى باش تحضر لهذيك الحفلة، واللي كان السبب ديالها أنها تحس بالأعراض. والأكيد إخواني أخواتي أن إيمان تسونامي يعني تم إعطاؤها ذاك السم المطحون داخل واحد المشروب عبارة عن زجاج اللي هو مطحون يعني في الشقة ديالها ماشي في الحفل كما دعوا بعض القنوات أو بعض الأخبار. فأمام هذه التطورات وهذه المعلومات اللي توصلت بها السلطات الأمنية يعني الفرقة الوطنية واللي تم فعلا استدعاء يعني المناجر للمرة الثانية باش يتم التحقيق معها عن جميع هذه المصادر الثروات اللي عندها، واللي أكدت فعلا أن الخالة ديالها هي السبب هذه الثروة ديالها، يعني كما قالت أن عندها جوج قهاوي وكذلك واحد المنزل والسيارات اللي كانت آخر موديل. يعني هذه المعلومات اللي كانت لبها هذا الأستاذ إخواني أخواتي، واللي قال بالحرف أنه في تلك الليلة اللي كانت خرجت إيمان تسونامي مع واحد السيدة وما تمش الكشف عن الوجه ديالها، ربما أنها كانت دايرة شي زي في راسها باش ما يشوفها حتى شي واحد، وأنهم شافهم ركبوا واحد السيارة. الأكيد أن هذيك السيارة ربما إخوان إخواتي هادشي غير بين قوسين وهذه فرضيات غتكون ديال هاد المانجر، ربما صراحة إخوان إخواتي الله من كيبغي يفضح شي واحد راه كيتم الفضح، خصوصا أن كل كيقول أن هاد المانجر هي المشتبهة به الرئيسي في هاد القضية. لكن بعض المصادر إخوان إخواتي اللي كتقول أن هاد المانجر كانت منافسة ديال المرحومة إيمان تسونامي، وكذلك الخلاف اللي كان بيناتهم قبل 3 سنوات واللي كان سبب الإقالة ديالها وأنها تخلات عليها كمانجر، ولكن بقات هذه الصداقة بيناتهم يعني، لكن الغدر والانتقام والحقد هم السبب في هذا الواقع، وأن اتخذت لهذا التسميم يعني مشاركة فيه عصابة واللي مكونة من أكثر من 3 أشخاص. هذه السيدة يعني ربما الحقد يعني مازال مشابه فيها، ومازال إخواني أخواتي مازال ما تمش التأكيد فعلا واش هي مولة الفعل الرئيسية أم لا، أو هناك يعني أشخاص متورطين في هذه القضية. فجميع التصريحات اللي كتأكد وهي كتأكد وكتعترف بطريقة غير مباشرة السيدة ما كتحسش شنو كتقول، ولكن مع ذلك راه كتحاول أنها تبرأ راسها من كل ما وقع. فحتى الفضيحة واحد الفضيحة اللي وقعت أنها مباشرة من بعد ما تم دفن يعني إيمان تسونامي الله يرحمها، يعني السيدة مشات دارت واحد الحفل، دارت الحفل وهذا الشيء كان بالشهود، الناس قالوا أنها حضرت الحفل، السيدة فرحانة وهذا الشيء وثقته بالفيديوهات، وفي الأخير خرجت تصريح آخر وقالت أن الحفل يعني لغيته، يعني هناك تناقض.
فبالرغم انك تقول ان ايمان يعني كتعتبر هاد الاخت ديالها وبمثابه الام ديالها وانها شغلت معاها لسنين وانها هي اللي وصلتها، لكن كيبقى واحد النقطه اللي مهمه، دائما الانسان كيكون في واحد الحقد وكيكون فيه هاد الغيره، وهذا الشيء اللي خلى ان هذا المشتبه فيه رئيسي لابد يعني التحقيق مره اخرى باش نعرفوا ديال هاد الحقيقه. فكنتمنوا من الله عز وجل اخواني اخواتي ان هاد الاساس انه ما يوقع له حتى شي حاجه، وان شاء الله اذا كانت عصابه يعني اللي هي غتكون صراحه غتكون هذه عصابه كبيره مكون اكثر من 3 اشخاص وراء هذه الفعله، فغنكونوا على يقين انهم غادي نضروه مسكين، لانه صراحه كشف بعض المعلومات اللي غيتم فعلا الوصول الى مولات الفعله الرئيسي. وكنتمنوا كذلك من السلطات الامنيه باش تحميه حتى يبانوا موالي الفعله الحقيقيين، وهذه النقطه اللي لازم اننا نوصلوا لها. وصراحة الغلط كبير اللي كانت قام دارته يعني المرحومة إيمان تونامي الله يرحمها ويغفر لها والجميع موتانا كافة، أنها لم تلجأ إلى السلطات يعني سواء في التصميم الأول اللي كان فاشل والثاني كذلك كان فاشل يعني باش ياخذوا لها الحق ديال للأسف. ولكن صراحة العدالة الإلهية فوق كل شيء، وإن شاء الله ربي غيبين حقها. فالأكيد في مثل هذه الحالات واللي كتخص فيها الفرقه الوطنيه بما فيها التسمم والقتل يعني بزاف المسائل يعني بحال شي ابحاث او شي مواضيع او شي قضايا اللي كتكون غامضه، فالفرقه الوطنيه لازم انها كتبحث بالتدقيق باش توصل الى مول الفعل. والاكيد غيوصلوا غيوصلوا واخا دوز حتى سنوات فهما غيوصلوا، وحتى ان هاد المشتبه بها الرئيسيه اللي كتخرج في التصريحات ديالها ومازال كتبرأ راسها من جميع هذيك التهم وكتقول هاد الناس اللي كيحاولوا انهم يتهموني بهاد القضيه فهما راهم غالطين وما عارفينش بان ايمان راه اكثر من امي وكنعتبرها بحال الام ديالي. لكن العائله ديال ايمان تسونامي سواء الابن ديالها فهم صرحوا ان هاد السيده اللي مشابه بها الرئيسيه حنا كنتمنوا ان السلطه يعني بغا يخليوا هاد الشيء يعني مفتوح للعداله او السلطات الامنيه هي اللي تقوم يعني بالتحقيق في هاد النازله، فهم بغاوش يعني يحرجوا هاد السيده خصوصا انها صرحات بهذا التصريح واللي اكيد انها اعترفت بطريقه غير مباشره بالمنسوب اليها. فصراحه اخواني اخواتي في مثل هاد الاشياء اللي كتوقع يعني سواء الفنانه سواء بعض المشاهير فهو السبب الرئيسي ديالها هو الحقد وكذلك الحسد، وهذا الشيء اللي مرتبط بهذا الشيء كامل هو اللي كيخلي ان الانسان يعني يكون دائما الفوق الفوق. فصراحه اخواني اخواتي فالشرطه العلميه والتقنيه اللي خذات المعلومات ما يكفي من المعلومات بما فيها البصمات، كذلك يعني خذات يعني بعض المعلومات في الهاتف ديال المشتبه فيها الرئيسي، كذلك خذات بعض المعلومات الاتصالات اللي كانت قامت ما بين ايمان تسونامي في تلك الليله، كذلك يعني تم استدعاء يعني 14 شخص اللي كانوا في الحفل واللي تم يعني اخذ يعني بعض الاقوال ديالهم بخصوص يعني هذا التسمم اللي وقع لايمان تسونامي، كذلك خذوا التصريح ديال العائله ديالها. فهذه المعلومات كلها اخواني اخواتي فهي في يد المحققين يعني السلطات الامنيه اللي غيتم التحليل وكذلك الكشف عن هذا المشتبه بها الرئيسيه، والقريب قريب جدا اخواني اخواتي كما كنقولوا ان الروح عزيزه عند الله سبحانه وتعالى، فهذا الشيء ما غيمشيش غير هكاك، فالاكيد ان الجزاء ديالها غتاخذوا امام العداله اللي غتقول الكلمه ديالها ان شاء الله عما قريب بخصوص هذه القضيه اللي كانت قضية رأي عام وطني، كل شيء كيتكلم على هاد المصابجة اللي وقع الإيمان تسونامي الله يرحمها، وخصنا يعني هاد مولات الفعلة تاخذ الجزاء ديالها عما قارب. إخواني أخواتي حتى لا أطيل عليكم نكتفي بهذا القدر في انتظار ما هو جديد، فما تبخلوش عندنا باللايكات ديالكم والبارتاج باش دائما توصلوا بما هو جديد. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.